ايه المعلومه الصغيره دي؟ في عنوان كده مشهور جدا وممكن ما فيش مانع نتسال فيه كده، اسمه نورمال سكين فلور. اسمه نورمال ايه؟ سكين فلور. يعني ايه الكلام ده؟ انا في بكتيريا ممكن تكون موجوده على جلدي بصوره كومنسال. كلمه كومنسال زي ما خدنا في الفطريات كده او زي ما نسمع، يعني كومنسال يعني متعايشه ما بتعملش مرض. هي ليه ما بتعملش مرض؟ لانها موجوده بكميات صغيره ومش واصله للثريشولد اللي يعمل مانيفستيشن يعني، ومتعايشه معاها. البتاعه دي بيسموها اسمي، ممكن تقول كومنسال، ده كلام عادي جدا. او لها اسم مشهور قوي سمعتوا عنه كتير قبل كده، يقول لك النورمال سكين فلورا. النورمال سكين ايه؟ يعني ايه الفلورا النورمال على جلدك؟ وعلى فكره انت يعني في مسيرتك الطبيه كده كنت تسمع مثلا ايه؟ نورمال فاجينال فلورا، يعني في بكتيريا موجوده نورمال. نورمال انتستاينال فلورا، دي حاجات يعني فاهمين؟ احنا برضه عندنا فلورا، فلورا المقصود بيها ايه؟ حاجه على السكين، فيسموها نورمال سكين ايه؟ فلورا. النورمال سكين فلورا دي ليها اسم ثالث بقى بس اسم حديث شويه، تاخدوا بالكم منه تسمعوه في محاضرات في مؤتمرات في معرفش ايه، بيسموه ذا سكين مايكروبيوم. مين يعلم عن الكلمه دي بقى؟ كلمه اجنبيه اهو، ذا سكين مايكروبيوم. مايكرو يعني مايكروبيولوجي، مايكروبس كائنات لطيفه صح كده؟ اللي هي البكتيريا في الحاله دي. كان كلمه مايكروب كلمه عامه تطلق على كله بقى، بكتيريا فيروس بارازايت. مايكروبيوم لان هو بيعمل زي وحده كده بيولوجيه كده خاصه بيها، بيئه خاصه بيها كده، فيسموها وان يونت اسمها مايكروبيوم. وفي كلام كتير بقى المايكروبيوم ده لما يزيد لما يقل لما يحصل فيه تغيرات الكلام ده كله. ماشي ده الفاطمه بقى. يبقى انا عندي دلوقتي في شويه بكتيريا ممكن نلاقيها على جلدي نورمال. ليها كده اسم بقى، تقول كومنسال، تقول سكين فلورا النورمال يعني، او تقول او تقول كلمه جديده دي اللي هي المايكرو بايوم. طيب بص بقى، في سؤال بقى مهم جدا عايز اقوله، هو ليه ربنا عامل كده؟ يعني اصلا ليه في شويه كومنسال؟ الكومبنسر دي معمول عشان التوازن البيئي. يعني هي بتعمل كومبيتيشن مع الباثوجينيك اورجانيزم، يعني هي عايشه يجي مثلا باثوجينيك اورجانيزم يحصل كومبيتيشن بينهم، فده بتقلل شويه معدل ايه؟ الانفكشن. حتى احنا كنا قلنا زمان ودي معلومه انتوا كلكم عارفينها، لو انا لخبطت الفلورا دي في اي حته يجي لي مرض، زي مثلا الجي اي تي. وقلنا واحد بياخد انتي بايوتكس كتير جدا عمال على بطاط، البكتيريا اللي جوه الكومنسال تموت، يقوم الفطر اللي اسمه كانديدا مثلا يزيد شويه. طب يجي مثلا على الجلد تقعد تاخد ايه؟ في حاجه مشهوره جدا سمعتوا عنها، اقعد اخد انتي بايوتك كتير فيوسيدين، حاجه ضد الاستاف مثلا، فالاستاف الكومنسال تقل، يزيد شويه الجرام نيجاتيف، فيجي لك مرض اسمه جرام نيجاتيف ايه؟ سيلوكولايز. اذا الفلورا اللي موجوده على جلد دي موجوده عشان تعمل توازن صح، وتعمل كومبيتيشن مع مين؟ ها مع باثوجينيك اورجانيزم، فبتخلي معدلات الانفكشن والكلام ده قليل. مفهوم اللي انا بقوله ده؟ لو حصل فيها خلل هيحصل خلل في التوازن ده وممكن يجي لي امراض. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب بعد ما انت تبقى فاهم الكلمتين دول ممكن تنساهم عادي خالص. اللي ما تنساهوش بقى ايه اسم الاورجانيزم اللي كومنسال على جلدنا كبكتيريا او اشياء اخرى؟ في الصامرة عندي حاجات، طب انا مقسمينهم حاجات كوكاي وحاجات كوريني بكتيريا. الكلام بتاع زمان اللي هفكرك بيه دلوقتي، كوكاي وباسيلاي وايروب وانيروب، يعني ايه؟ حاجات محتاجه اير وحاجات لا والكلام ده كله. بص بقى مثلا من الحاجات المشهوره قوي الاستاف اوريوس دي ممكن نلاقيها، وحاجه اسمها ايبيدرميدس استاف ايبي ايه؟ درميدس، وحاجه اسمها مايكروكوكس، كل دي كوكاي. طب بالنسبه للكوريني بكتيريا، دي في حاجه مشهوره جدا اسمها كوريني بكتيريا مينيتيسيما، بتعمل حاجه اسمها اريسلازما، انا خدتها تسمعوا عنها. لا ده مش كده وبس، ده في كوريني بكتيريا او بروبيوني بكتيريا من عيله مشابهه بتاعت الاكني. كلنا عارفين ان البروبيوني بكتيريا في الاكني دي موجوده جوه الفوليكل كده كده كومنسال. مفهوم؟ فانا في مواقف معينه تزيد فما اعرفش ايه الكلام ده كله.
في برضو جرام نيجاتيف حاجه اسمها اكتينوباكتر. في يست في الطريات اسمها ملاسيزيا، واللي بياخد معايا فانجس يعرف كويس جدا ان الملاسيزيا دي اصلا كومنسا، قصدي ادي الكومنسر اللي على جلدك اللي هم لازم يكون في حاله توازن، مفيش حاجه تزيد ولا تقل عشان يعملوا كومبيتيشن والامور تبقى تمام. خلاص كل ده مش مهم، هو بس في حاجه فظيعه جدا تلفت انتباهنا. اول عيله اللي هي الكوكاي، وكلمه كوكاي ده معقول كمان شويه تاني، وانتوا عارفين كوكاي يعني كور وبس الله يعني عصيان كده، الكلام خدته زمان في سنه ثالثه وهيدور في ايه. الكوكاي دي مكتوب في الكومنسر حاجه اسمها ستاف ايبيدرميدس، دي مشهوره قوي يعني اللي مش عارف يعرفها النهارده، دي اشهر واحده كومنسر على جلدك، حتى اسمها ستاف ايه يعني ايبيدرميدس، احنا موجود على الايبيدرميدس، فالموضوع خلصان يعني ستاف ايبيدرميدس مفهوم كده. لكن مكتوب برضو في الكومنسر يا عبد الرحمن، ودي حاجه غريبه جدا، ستاف اوريوس. بصراحه المفروض تلفت انتباهك ليه؟ لان كل الناس اتعلمت من زمان قوي الستاف اوريوس دي هي الموست كومن باثوجين في عيله الستاف، يعني ستاف اوريوس اشهر واحد، وفي الستريتو في ستريبتوكوكس بايوتينز ما اعرفش، يعني دي مشهوره دي المفروض تعمل امراض. ده احنا هناخدها دلوقتي بتعمل ايه بقى، فوليكولايتس وامبيتايك وبتعمل الدنيا كلها، ازاي تحطها لي في الكومنسر وهي بقى كومنسر ولا باثوجين؟ هو ده الكلام المهم عليك تتعلمه، هتلاقيه في مربع تحت اللي هو الهيلبفول تيب. بص خد المفاجاه دي، الستاف اوريوس، بص لو حد سالك كده قولا واحدا كده ده بيقول الستاف اوريوس از باثوجينيك، الستاف اوريوس مش كومنسر بالمفهوم بتاع كومنسر، الستاف اوريوس مش حاجه اسمها كده، بس هما في بعض المناطق في الجلد هي ممكن تكون موجوده فيه بدون ما تعمل باثوجينيس وتبقى ليها زي الريزربوار، تحفظهم زي يعني مكتوبين اهم the anterior nails، يعني ايه anterior nails؟ في النيزل اوبننج بس من قدام، يعني الحته الاماميه دي فيها ستاف اوريوس، هنا موجوده كاحد الفصاي بتاعت الستاف. ايه تاني؟ برينال سكين في ستاف، مفهوم؟ برينيا للكل يعني، في الاكزيلا في ستاف، في التو ويب في ستاف، كم حته دول؟ ها؟ اوعى تنسى واحده منهم. الطبيعي اي حته في جلدك لو لقيت عليها ستاف عملت ايزوليشن في تيز انها انفكشن خلاص، على الحته دي موجود فيها ستاف بكميات معينه. ايه فايده المعلومه البسيطه خالص دي؟ قول له لا ده ممكن دول يكونوا هم مصدر ايه؟ العيال الصغير دلوقتي دول ما تلعبش يبلغ مناخيرك، مش عارف تغسل ايدك بعد كده. ليه بقى؟ انت ممكن يكون ده السورس اوف انفكشن. ولو انا مثلا هتسمعه بعد كده يقول لك ايه وبالتاكيد سمعتوا الكلام ده، لو انا مثلا واحد عنده بيجي له ريكارنت بويل او فرانكل او فلوكولايتس او كده، احنا ممكن ندي انتي بايوتيك للنوز، ندي انتي بايوتيك للايه؟ ليه؟ انت عايز تقلل الفلورا اللي موجوده دي، حد فاهم حاجه؟ يبقى ببساطه جدا جدا عيله الستاف مين اللي موجود على الجلد فعليا كومنسر؟ ستاف قولي 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 يا زهر استفي بالدرميز. طب والاورياس؟ قولوا لا، الاورياس الطبيعي لما تشوفها دي باثوجينيك الا في حتت معينه. ايه هم الحتت المعينه دول؟ تحفظهم صح، الانتيريور ليز، البريينال، التو ويب سبيس، والاكزيلا هيد بريكشر يعني. بس يبقى انا اهتم بالحتت دي في الهايجين، واهتم بالحتت دي لو عندي ريكارنت انفكشن ممكن ادي انتي بايوتيك هنا. الغرض منه ان انا اقلل اللود، ما يبقاش فيه كميه كبيره، زي ما انا كنت بعمل في الفاندر بالضبط، باخد نستاتين كده، اشرب نستاتين كده، النستاتين ده بيروح الجي اي تي مش بيمتص ولا حاجه، ده بيشتغل على الكانديدا اللي في الجي اي تي قللها، فالدنيا تهدى شويه. مفهومه ولا مش مفهومه؟ ماك بتفكري في اخبار البترول والبراميل وكده؟ ماك انتوا حته انا فهمتوهاش. طيب بعد كده في معلومه مهمه، البكتيريا انفكشن دي هي زي ما قلنا في الكلام انفكشن، هي بس اقل درجه حجمها صغير بسيطه نسبيا، مش مكلكعه زي الفانجس ولا بتاع. وزي ما كنت قلت لكم الفانجس بياخد ثلاث مرات لوحده نص الكتاب، والباقيين دول ياخد ثلاث مرات اسم العادي، كل انت الفانجس تاخد ثلاثه والباقيين ياخد ثلاثه، فهو بسيط يعني. بس انا لما اتكلم هو بسيط في المذاكره، الحياه العمليه مهمه جدا. في معلومه خطيره بيقول لك انت اي حد يقعد في عياده أنا بطيروس والكولايتس مش عارف الكلام ده، تمثل البكتيريا الانفكشن 20% من حالات الدرماتولوجي، يعني خمس الحالات بكتيريا الانفكشن.
يبقى انا اهتم بيها كايه؟ انا اشوفها في السوق حاجات بسيطه كلها وسهله لما نشوف والاسم الاسوسيولايتد والكلام ده كله، بس قيمتها انها تمثل جزء كبير من ايه؟ من الحالات اللي بنشوفها، فاحنا هنهتم بيها في الكلام ده. بس هي لطيفه وسهله. نقلب الصفحه بقى نعمل الحاجه اللي احنا متعودين عليها.